مرسوم رئاسي رقم 1111 يقضي بتعيين سفير فوق العادة ومطلق التفويض لجمهورية تشاد لدى جمهورية جنوب إفريقيا باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي، يرسم بما يلي: المادة الأولى: تعيين السيد صقر يوسف محمد إتنو سفيرا فوق العادة وكامل التفويض لجمهورية تشاد لدى جمهورية إفريقيا جمهورية جنوب إفريقيا. المادة الثانية: يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 750 الصادر بتاريخ 23 أبريل 2012 المذكور على المادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقية والتعاون الدولي، وزير المالية والميزانية، كل حسب اختصاصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمنا بتاريخ 28 يوليو 2017 توقيع إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية.